وبهذا يا اخوان وكما ترون حصلنا على اللاعب ايبيك اخي الكريم ان شاء الله. في مقطعنا هذا يا اخوان جبت لكم ثغره اليوم ان شاء الله للحصول على ليونيل ميسي نسخه البيك تايم من باكج البيك تايم اخي الكريم. اذا لم تحصل بعد على نسخه ليونيل ميسي في هذه الفرصه لف هذا الباكج وان شاء الله باستعمال هذه الثغره سوف تزيد حظوظك اكثر من 70%. يعني ملاحظه يا اخواني الكرام، يعني اي 100 كوينز تجمعونها من الاحداث او من تسجيل دخول اسبوعي لفوا في هذا الباكج رسميا نسخ ليونيل ميسي نسخ اسطوريه. المهم سوف ننتقل الى اول خطوه وهي الدخول عند الفاريز مره هكذا، ثم سوف ننتقل عند إيماليانو مارتينيز مرة واحدة والاطلاع على إحصائيته، ثم سوف ننتقل عند جوردي ألبا مرتين، نفسه عند سيرجيو بوسكيت عفوا، ثم سوف ننتقل عند إنزو فرنانديز مرة واحدة والاطلاع على إحصائيته هكذا بالسريع إخوان، ثم سوف ننتقل مرة واحدة عند أوتاميندي، نفس الشيء عند بيدرو، ثم أليكسيس سانشيز. يعني سوف ندخل عند كل نسخ الهايلايت، ثم سوف ننتقل بعد ذلك عند ليونيل ميسي نسخة 2009 ثلاث مرات هكذا إخوان، ثم مرتين والإطلاع على إحصائيات نسخة ليونيل ميسي 2015 هكذا إخوان، ثم بعدها أساطير سوف ننتقل عند ليونيل ميسي نسخة 2022 أربع مرات هكذا دون الإطلاع على إحصائيته، ثم مباشرة سوف نقوم بالرجوع واللف ب 100 كوينز أو 900 كوينز. كما ترون يا إخوان يعني حصلنا على لاعب هايلايت، سوف نرى ماذا سوف نحصل. الفاريز يا إخوان أوكي يعني شيء أسطوري.